السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموعة من الأدوية بثواب المرحوم جاسم أبو عباس الدراجي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم المرحوم بحق وجاه محمد وآل محمد. إن شاء الله هاي العلاجات راح تروح للمرضى. السلام عليكم، هذا العمل بثواب المرحوم جاسم أبو عباس الدراجي، نسأل الله عز وجل أن يرحم المرحوم بحق محمد وآل محمد. طبعا هاي وجبات علاج بعض الأمراض السرطانية. هذا أخوي وجبتك إن شاء الله. الحمد لله رحمته الواسعة كل من ساهم به، وإن شاء الله يسكنه فسيح جناته. الله يشهد أنا حياتي متوقف على العلاج خدمتكم، هذا العلاج كل شهر الله يشهد. إخوان جزاكم الله خير، لا تقصرون من بعض العلاجات، رحم الله والديكم. هسه هنا الأخ بمرض سرطان والله يشافيه بحق محمد وآل محمد. الله يشهد جزاك الله خير، أنا حياتي متوقف على هذا العلاج الله يشهد. يا خدمتكم. آخر يوم واحد حياتي كانت تخربط ويصير عندي خفقان وتخربط وضعيتي كلها. ان شاء الله اهل الخير ما يقصرون وياك. الله يكثر منهم والله يكثرهم والله ان شاء الله ينصرهم. السلام عليكم. هذا العلاج بثواب ابو عباس الدراجي، تم ايصاله للعوائل المستحقه المسجله لدينا. جزاه الله خير والله يرحمه ورحمته الواسعه بحق محمد وال محمد.